شفت رجل ألماني في فندق الخليج في البحرين، فجاني صديقي لي من الرياض عرفني مهندس كبير، قال جابك الله يا شيخ سليمان، جابك ايش عندك؟ قال هالتو معلس لك فبارك له بالعز، ولا شعر أبيض كبير حوله 55 60، ترى تو معلس وعاقدين على واحدة، هو طبعا ألماني وهي فلبينية. فقلت له يعني مبروك وكذا كلمه هو من عاد، قلت له يعني يجيك شلدرن أولاد، يوم قلت له يجيك شلدرن أولاد صرخ صرخة نو نو، قلت إيش في يعني أيام ساري وات هابين، فقلت وات هابين أيام ساري؟ قال أرجوك لا تقول لي جيني عيال، أنا لو أدري نهاية وأنا شارط عليه ما تجيب أولاد. قلت واي إن كذا الزوج يبيع عيال صح ولا؟ حتى يتأخر عنه الظل يذق صدره. ولو تجيب روتا 4 5 قال ها وراك وقفتي. واي يستب صح؟ يدور أولاد. قلت ليش؟ قال أنا ولدين ربيتهم وتعبت عندكم في الرياض، أنا لي سنين متغرب في الرياض مهندس كبير أنا رجال أصرف عليهم من هنا وأرسل لهم وكبروا وشبوا عن الطوق وأخرته الآن نسوني ولا يعرفوني. أربي دوجز تو دوجز، يقول ربي كلبين أفضل لي من ربي ولدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه